ما كانت في يومها ومش من يومها، ما عنديش حتى معطى، يعني المعطى ده ما يدخلش في الاستراتيجيه بتاعي وما نفكرش فيه بالكل، وما هوش في برامجي. مش نلعبه ضد الاهلي اللي نعرفوها، والاهلي فريق اللي باش نحضروا له باش نلعبوا له يعني ماتش عادي. بالنسبه للسيناريو قال شوف احنا باش نحاولوا نلعبوا الكره بتاعنا، باش نحاولوا نسجلوا اهداف، هذاك اهم يهمنا باش نمشيوا لمصر. نحبوا نمشيوا في حاله مرتاحين، عندنا سكور اللي يخلينا نمشيوا لمصر في ظروف عاديه، في ظروف مرتاحه اكثر من عاديه، وهذا هو باش نلعبوا ماتش، باش لازمنا نحاولوا باش نخرجوا من مستير باجمل النتائج، احسن النتائج على الاقل، نمشيوا مرتاحين للقاهره. ده كلام وتصريحات داركو نوفيتش المدير الفني لفريق اتحاد المونستير، ويعني لا هو غريب علينا ولا احنا غراب عليه، لانه احنا لعبناه في النسخه الاخيره من دوري الابطال، كان بيقود في التوقيت ده طبعا فريق وفاق الصيف، ويعرف تماما حجم وقوه النادي الاهلي. وزي ما احنا بنشوف انها مباراه صعبه بحكم انها يعني في بدايه موسم، انت بتبتدي اول مباراه رسميه ليك في الموسم مع جهاز فني جديد في بطوله افريقيا ومع ممثل تونس، وانتوا عارفين طبعا الكره التونسيه دايما حاضره، حتى وان كان نادي انا بشوفه من القوى الصاعده، يعني مع يمكن الاسم يبقى جديد على كتير من الناس، لكن الحقيقه مشواره في اخر سنتين هو ما حققش غير بطولتين، والسنه اللي فاتت يعني حل وصيف لبطوله الدوري التونسي ورا الترجي، متقدما بقى على انديه زي الافريقي الصفاقسي النجم الساحلي، عنده سكواد يعني كويس، صحيح هداف الفريق رحل عنه، لكن هكلمكم عن اتحاد المونستير. لكن زي ما هي ماتش، زي ما هو مباراه، هي مباراه صعبه علينا، هي كمان مباراه صعبه جدا عليهم وتقيله عليهم في بدايه المشوار، وما اعتقدش ان يعني حتى وانا براجع مشوار الاهلي ما تقابلناش قبل كده بدايه مبكره قوي على الكره المصريه تواجه التونسيه في دور ال 32.